كون مرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى لاي واحد يكون كيتفرج فيكم اون بون سونتي اون بون فورم. كنتمنى حتى المغرب منتخب مغربي يكون اون بون فورم اليوم حيت لاعبين مع البرتغال، وكنتمنى انهم يحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي هي الفوز ان شاء الله. باش عندنا واحد امل كبيره باش نتاهلوا، وخا التعادل مع اسبانيا يأهلنا ان شاء الله. هادشي كنتمنى. واليوم دابا غنمشيو نتفرجوا في القهوه مع الدراري، وغنمشيو دابا نطلقوا مع الدراري. بيس مع المباراه. انا اش كتقول اليوم على هذه المباراه؟ مشروعه اش كتقول تقول على هذا خاسر التشاؤم على البدء شلوط رابعين. اش كتقول خو على هذه المباراه؟ رابعين. اش كتقول خو على هذه المباراه؟ حسام اش كتقول؟ رابعين. هذه سمعت كتقول على هذه المباراه؟ مربوحه ان شاء الله. يلا الله يعاونكم. دور هيا تفسر صور الدور. صور الدور آخر ضحكة فياش. ثمانية جواو موتينيو ديل مونيغاس موناكو، برناردو سيلفا، عشرة جواو ماريو، رقم 17 جيديس، ورقم 7 رئيس البحارة كريستيانو رونالدو. بقيادة الأمريكي مارك جيجر. بالنسبة لي أنا تدغدغني الذكريات، ترجع في ذكرياتي مباراة للتاريخ، مباراة إيطاليا والمغرب برسم مونديال الشباب 2005 والترشح التاريخي للوصول بضربات الترجيح. في البخشة اسمه كبيرة في تشكيلة الوصول الروسية للمغرب. المغرب تلعب بداية كبيرة. خالد اسيا اوروبا في 2016 تمشي كره برتغاليه. محمد ركنيه اولى للبرتغال. كشاف بريمير ليج مع السيتي خطيره، ترجع بالراس، ترجع الكره الثانيه، التسديده والدفاع وكورنر اخرى للفريق. الان هل هي وقت النقطه؟ نقطه ولا ثلاثه بالراس؟ 1-0 البرتغال. كريستيانو رونالدو. رونالدو جول. رونالدو مولع في المونديال هذا. رونالدو في سوبر فورما. رونالدو يستثمر كرة من الثبات، يفتح بواب التسجيل ويسجل 1-0 لفرحة ميستر. تمشي كرة وينك؟ وينك بالراس؟ جول التعادل. البلوز تشيلسي المادي بن قادرين على العودة في الانتظار. خطيرة والحارس يبدع. يبدع منير المحمدي. هذا التعادل زي ايش؟ يمشي بالراس. جول. مش ممكن. خلاص اكتفيت. خلاص يا بلند وفيت. خلاص. رود الموروكو. لا كرة عالية. شوية بركة. ترجع مرة أخرى. المهم الدراري دابا المنتخب المغربي سالو وخسروا بواحد. عليهم تقريبا بحال الماتش ديال ايران، لعبوا مزيان وقدموا واحد المباراة في الاخر تمارك عليهم ليش ما داروا والو. شي ما داروا والو، لعبوا مزيان 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 مزيان. برتغال كاع ما بانوا، كاع داك كريس ولا الدون كاع ما بان. حدو ماركا بيت في كورنين وصافي. هادشي اللي دار في الماتش كامل. ما حالفناش الحظ. بيك اب المنتخب كاع اللي لعبوا اليوم، قدموا واحد الروح كبيره بزاف. بيك اب عاوتاني الدرار امرابط اللي صراحه ما عندنا ما نقولوا عليهم. كتحس باللي ريتهم حطوها في التيران. سو الدراري انك يكون سهل الفلوغ ديالنا. المهم اننا كسبنا واحد المنتخب اللي زوين وتقريبا احسن منتخب عربي لحد الان في روسيا. كنشكركم كوم الدراري وسمحوا لي حيت تعطلت عليكم بزاف. انا ولي نلوح لكم فيديوهات بزاف هاد الصيف هذا. ما قليل لكم. بويس تهلاو.